سوف أحدثكم عن أقرب مرحلة لنا، أي المرحلة التي ندرسها لأبنائنا. سوف لن أحدثكم على الجيتول، سوف لن أحدثكم على إنسان تغنيف 10,000 سنة، سوف لن أحدثكم عن إنسان بير العاتر، سوف لن أحدثكم عن إنسان وهران، لأن هذا أولا بعيد. والشيء اللي معروف أن آدم عليه السلام بحسب الدراسات والأبحاث هو ابن 15,700 سنة، وهؤلاء يتحدثون عن بشر أو مكونات شبيهة بالبشر تفوق أعمارها ملايين السنين، وهذا ضرب من الخيال، لأننا نعرف أن البشرية كلها كما حدثنا سيد الخلق كلكم لآدم وآدم من تراب، الذي يحس أنه خرج دائرة الآدمية فهو ليس منا ونحن لسنا منه. لذلك هذا التنوع البشري أخي عبد الله والسادة المستمعين هو جزء لا يتجزأ من الشخصية الجزائرية التي انصهرت عبر الزمان وعبر المكان. لكن للأمانة والتاريخ هناك محطات كبرى حددت هذا المكون البشري الذي تتحدد من خلاله الشخصية الجزائرية. طبعا أقرب تاريخ وأقرب معالم حضارية وأقرب معالم عمرانية هي الوجود الفينيقي القرطاجي. وبالمناسبة أعرف جيدا أن وسائل التواصل الاجتماعي هذه نمطت وشوهت وأفسدت علينا تاريخنا، لكن الثابت وللأمانة والتاريخ المكون الفينيقي والمكون الكنعاني حاضر في المنطقة منذ أكثر من 1200 عام، يعني بالتقريب حوالي 3,000 سنة الآن أو 2500 أو 2700. فالمكون الفينيقي والمكون الكنعاني كان حاضرا بشكل كبير جدا، وكان يتصارع مع مكونات أخرى كانت قد مرت بهذه المنطقة. عندنا المكون الإغريقي، ثم فيما بعد الفينيقي والكنعاني، ولكن بالتوازن مع حضور المكون الفينيقي والمكون الكنعاني هناك ما يسمى بالعنصر المحلي وهم النوميد. والنوميد هم الذين يقعون في أطراف أو جنوب تونس في الوقت الحالي، حتى تكونوا في الصورة، لأن التاريخ الآن مملوء بالتزوير ومملوء بالأكاذيب، وما أكثر الأكاذيب التي يتداولها الناس الجزائريون في وقتنا الحالي خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. العنصر المحلي الذي ستكون له مكانة كبيرة جدا لمواصلة ما تعلمه من الفينيقيين ومن القرطاجينيين هو الملك سيفاكس. والملك سيفاكس هو مؤسس أول كيان سياسي، اسمعوا هذه على ذمتي كمؤرخ، أول كيان سياسي هو من تأسيس سيفاكس بعيدا عن التصوير. وسيفاقس بالمناسبة كان حليف لقرطاج التي تأسست في القرن السابع قبل ميلاد 700 سنة قبل ميلاد سيد المسيح عليه السلام. وسيفاقس هذا كان يمثل جزء لا يتجزأ من شخصية النوميد المستقلين عن الصراع الذي كان يدور في منطقة صقلية. يقول كيف استطاع هؤلاء العرب الذين جاءوا من أقصى الدنيا من مصر في حدود 21 و27 و77 أن يتمكنوا من التفاهم مع المكون البشري غريب عنهم؟ قال هؤلاء يتكلمون الكنعانية أو الفينيقية الكنعانية، والكنعانية الفينيقية هي جزء أو لغة جزء من اللغات المنتشرة في منطقة حمير ومنطقة سبا والمنطقة اليمن بصورة عامة. هل هؤلاء العرب حينما جاءوا إلى هنا جاءوا بتراجم أو ترجمان ليتمكن من قراءة ما في أفكار هؤلاء ساكنة منطقة الأوراس أو ساكنة تبسة أو ساكنة منطقة تلمسان أو شيء من هذا القبيل؟ أعتقد هذا موضوع تتحدث عنه الآن وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي بشيء من الاستخفاف وبشيء من التصوير للأسف الشديد. اللغة المستخدمة في بلاد المغارب في المحطة الأولى حتى مصينيسة تجوزا الذي يسمي الناس أنه كان قد أسس دولة سيفاقس، هؤلاء كانوا يستخدمون البوريقية، اللغة الكنعانية البوريقية، سواء في قصورهم أو احتفالاتهم أو حتى في جنائزهم واحتفالاتهم في الأعياد، إلى أن تمكن المسلمون من افتكاك المنطقة من الاستعمار الروماني والاستعمار البيزنطي وأدخلوها في حضارة العربية الإسلامية التي ستشكل ل 1400 سنة امتداد للصورة السلمية الراقية والمتميزة التي كانت عليها أرضنا في أيام الفينيقيين وأيام الكنعانيين. الآن تبقى منطقة الفتوحات الإسلامية والمكونات وغيرها، هذه واضحة اللغة التي ستستخدم في الإدارة وفي الحواضر الكبرى وحتى في الأرياف هي اللغة العربية، مع درجة أو لهجات لقبائل عربية معروفة ولمكونات بربرية معروفة أيضا في الجزائر وفي تونس وفي المغرب وفي طرابلس. وبالتالي فإن المكون اللغوي المحلي الذي يتكون بالتقريب من حوالي 12 لهجة سيصبح جزء لا يتجزأ من مكون الشخصية الجزائرية. اسمعوا جيدا أيها السادة الأفاضل، هذه اللهجات الـ 12 من تركية وتماشق وقبائلية وشاوية
وريغيه وغيرها هي التي تشكل تراثنا الثقافي المشترك. اذا وظفناه توظيف سيء فسوف يدمر هذه الشخصيه الجزائريه. كل يلغي بلسانه، كل يستطيع ان يتكلم بلسانه، لكن عليه ان لا يجعل من هذا اللسان مدخلا لتاسيس كيان او التحالف مع كيانات خارج دائره الوطن، لان توظيف، لان من بين اهم القضايا التي ساعالجها في اخر هذه المداخله هي هويات قاتله، ومن بين الهويات القاتله هي تاسيس الامازيغيه من طرف الاكاديميه البربريه في 67، والتي الان اصبحت من المكونات التي تشكل الصراع الاجتماعي، ونتمنى ان يبقى فقط في حدود الصراع الاجتماعي في بلاد المغارب، لان توظيف لغه ثم بعد ذلك مكون سياسي من طرف مشاريع اسرائيليه ومشاريع فرنسيه هي جزء لا يتجزأ من مشروع تقسيم الوطن لا قدر الله. وبالتالي اعتقد ان هذه المشاريع كانت حاضره بشكل كبير جدا في ايام دوغول من خلال كتاب ألان بيريفيت، ونقوله لكم بالفرنسيه فوتيل بارتاجي الجيري، هل يستلزم تقسيم الجزائر؟ والان تقسيم الجزائر حاضر في تل ابيب. اعتقد الان ايها الساده الافاضل أن المكون او اللغه الاصليه، لغه الاداره، لغه الثقافه، لغه الفقه، لغه الحديث، هي اللغه العربيه. صحيح انه يتحدث الناس عن المهدي بن طمرد او شيء من هذا القبيل، او في منطقه القرن او في القرن 17 او 18 كانت تكتب، كان يكتب الحديث والفقه او حتى ترجمه القران الكريم بلهجات معروفه من هذه، او لهجه من لهجات الاثنتا عشر التي قلت انها تشكل جزء من الموروث الثقافي المشترك بين الجزائريين، لكن تبقى ان اللغه العالمه واللغه لغه الاداره ولغه يوسف بن تاشفين ولغه المهدي بن طمرد ولغه عبد المؤمن بن علي الكومي النضرومي هي اللغه العربيه. اسمعوا جيدا، لغه البلد هي اللغه العربيه. بطبيعه الحال كلمه وددت ان لا اخفيها ولا ابقيها في قلبي، ان من اخطر المخاطر على الشعوب مهما بلغت او بلغ شأوها من التطور هو التعدد اللغوي. انا اقول هو ان اتحمل كل مسؤوليتي. تفكيك الاتحاد السوفيتي ليس فقط الصراع ما بين الشرق والغرب، بل لان الاتحاد السوفيتي يحتوي على جمهوريات وثقافات وألسن وديانات متعددة. نعم التنوع تعلمناه في اللغة العربية أنه زيادة في الخير، التعدد قيمة مضافة، لكن التعدد الخطير هو أن تكون هناك لغات، واللغة هي الوعاء الذي يحمل شخصية مختلفة عن اللغة الأخرى. مهما قيل ويقال أن هذه اللغة هي بنت كذا أو حفيدة كذا، اللغة الوحيدة التي يجب أن نحافظ عليها هي اللغة العربية، وإلا سنتعرض إلى التفكك الذي عرفته روسيا والاتحاد السوفيتي. أخيراً النقطة الأخيرة هي التاريخ. احنا تكوننا على المكون البشري قلنا متنوع، تكلمنا على اللغة، نكمل الآن على جزئية أساسية اللي هي التاريخ. في المرحلة القديمة تتحدث كتب التاريخ عن الفينيقيين والكنعانيين، تتكلم عن الدولة النوميدية، وهذا موضوع أيضا الآن أصبح جزء من اللي يتجزأ من التناقضات والخلاف الواقع بين الجزائريين، أنه تاريخنا الوسيط أو العصر الوسيط أو المرحلة الوسيطة اللي هي العصر الذهبي لأمتنا هو دخول الجزائر ودخول المغرب الأوسط ضمن حلقات الحضارة العربية الإسلامية، وأصبحت الجزائر أو المغرب الأوسط من أبونا أو من قسنطينة إلى غاية حدودنا الغربية المعروفة آنذاك هي جزء يتجزأ من هذه القبائل وهذه الشعوب وهذه المكونات التي ساهمت مساهمة كبيرة جدا في الفتوحات الإسلامية. أنه الجزائر ستعرف الاسم الحالي والحدود الحالية مع مكون جديد من 1516 إلى غاية 1830 اللي هو المكون العثماني. المكون العثماني هو الذي سيترك لنا بصمته على مستوى العمران، قصبة كتشاوة، مدينة المدية، ضواحي منطقة بجاية وتيزي وزو، هذه كلها الحضور العثماني، اللمسة العثمانية واضحة. صالح باي البيات، أحمد باي، كل المناطق التي كانت عمرانا وحواضر لحضور عثماني ل 300 سنة هو الذي سيعطي للجزائر الدولة الجزائرية الحديثة، هذا المكون البشري وهذه الثقافة الجزائرية العربية الإسلامية المتميزة التي أصبحت تنافح عن نفسها. من الأمر الآخر أن الجزائري معروف أنه حنين وعاطفي، ولكن الجزائري هذا كيجيه بالملاحة، نقولها لكم بالدرجة الحلوة، بالملاحة يعطيك الدار، كيجيه بالقباحة يعطيك بالدماغ. شوف خويا عبد الله العشي تسمعني مليح؟ أي نعم أسمعك. إنسان ترقي، إنسان أصيل في هذه الأرض، وهو جزء يتجزأ من العرب الذين جاءوا مع إفريقش 200 سنة قبل ظهور الإسلام. سمعتني ولا لا؟
نعم نعم أسمعك. والانسان تركي ليت وراك كما يقال في اللغه الانجليزيه والعربيه او الفرنسيه، امتداده من الصحراء الغربيه الحاليه الى غايه منطقه الصومال. وهؤلاء التوارق عرب. الفرنسيون وعلم الاجتماع الاستعماري، علم الاجتماع الاستعماري والفرنسيون والانجلو ساكسونيه، الدراسه الانجلو ساكسونيه هي التي هجنتهم واعطت لهم جنسيات او مكونات جنسيه غير الجنس العربي الذي ينتمون اليه. انت لما تقول يوسف بن تاشفين، يوسف بن تاشفين تركي سيدي تواريك تاع الصحراء الغربيه، هو عربي حمياري جاو هنايا 200 سنه ما يفيقش قبل البعثه النبويه، قبل جاو يعني جاو في القرن الخامس لميلاد السيد المسيح عليه السلام. معناها جاو في فتره ما بعد المكونات الشهيره الفينيقيه والكنعانيه، وهؤلاء هم اقرب. والاكثر من ذلك الانسان تركي هو الذي شكل العمران والحضاره في المنطقه الشماليه. لكن للاسف الشديد انت تعرف انه تاريخنا القديم بيد المدرسه الاستعماريه، وهذا كلام الاستاذ شنيتي المتخصص. والفرنسيون هم الذين شكلوا العقليه الموجوده الان عند العنصريين. وبالتالي فما ذنبي انا؟ انا كما اقول الفرنساوي شويه ميدي بيست، انا استاذ تاع القرون الوسطى تاع العصر الوسيط، لكن انا نعرف ان يوسف بن تاشفين من خلال جداله ومسوفه ولمطه هذه قبائل ترقيه، هؤلاء عرب. لكن للاسف الشديد لسانهم، لسانهم هي هذه العربيه القديمه او هذه البربريه. وطبعا نحن الان في خلاف مع اخواننا حول هذه المسائل، لماذا؟ لانه دخل بيننا الغريب، الغريب الفرنسي والغريب الاسرائيلي، ولذلك نحن نتصارع فيما بيننا، والمنتصر الوحيد هو الذي يتفرج في باريس او في تل ابيب. احنا الان نعيش تحدي، وهذا التحدي هي حاجه اسمها هويات قاتله. الهويات القاتله معروفه الان في تاريخ العالم، انا عندي الان اكثر من 10 كتب تتكلم في هذا الموضوع. عندنا الفينيقيه الان في لبنان، عندنا الفرعونيه، وعندنا الامازيغيه في شمال افريقيا. وسوف افصل في هذا الموضوع مع الاستاذ طارق. لذلك اعتقد انه الان الغرب ومن خلاله فرنسا واسرائيل يسعون من اجل تمزيق افريقيا مره ثانيه، يعني ابقاء افريقيا دائما حديقه خلفيه لمنتجاتهم ولنفاياتهم الثقافيه وبين قوسين وتجاربهم العلميه. لذلك انا نقول انه مساله الطوارق انا اعرفها جيدا واعرف كبار المتخصصين في هذا الباب. لكن الان الطوارق عرب ولا مش عرب هذه حاجه اخرى، انا بالنسبه لي انا عرب. يا اخي انا الشيء الذي اعرفه ان لغه افريقيا هي اللغه العربيه. لكن حينما دخل الاستعمار سيطر على لغه افريقيا في المالي وفي النيجر وفي الساحل وفي شمال نيجيريا وفي غيرها من البلدان، دون ان اتحدث عن شمال افريقيا، الحمد والشكر لله هذا مجتمع عربي، وانا متمسك بهذا الكلام، ويستطيع خصومنا ان يقولوا ما يشاءون. انا كتبت عن الامازيغيه في الدستور، وانا ضد هذه الامازيغيه، لان 12 لهجه هي تراث ثقافي مشترك بين كل الجزائريين. احنا عندنا تمشق، عندنا الشاويه، عندنا القبيليه، عندنا الزناتيه، عندنا الريغيه، عندنا 12 لهجه. وهذه اللهجات لا يمكن ان تتطور الى مستوى لغه. احنا الان يتكلمون عن لغه اعتباريه او لغه ستتكون في المخابر، ونترك لغه بها اكثر من 12 مليون مفرده. هؤلاء الذين يؤسسون الامازيغيه عن حسن قصد او عن سوء قصد هم جزء لا يتجزأ من مشروع تقسيم الوطن. الوطن بلغتين كأنه وطن يحمل قلبين. ولذلك اعتقد ان الامازيغيه صناعه اسرائيليه بامتياز، واقولها امام مثقفين وجامعيين من ذوي الكعب العالي، الامازيغيه يا ايها الساده الافاضل مشروع اسرائيلي فرنسي من اجل تفكيك الوطن. اقرأوا ما يكتب اخواننا المغاربه، وما يكتب اخواننا الجزائريين السابقين، وما يكتب الان اخواننا في ليبيا. المشروع، مشروع الامازيغيه وتمزغه، مشروع شبيه بشكل كبير جدا باسرائيل الكبرى من النهر الى البحر. الجزائر مهدده من الداخل، والقلعه مهدده من الداخل، وبالمناسبه هناك حركه وابناء الحركه واحفاد الحركه واحواد الخونه يسعون من اجل تفكيك هذا الوطن، وانتم تملكون بعد النظر وتعلمون يقينا انها مساله مش مساله دعايات التلفزيون كما كانت ايام الابيض والاسود. الجزائر على محك من الخطر.